أيها الطلاب الأعزاء، السلام عليكم. نتعرف اليوم على أسماء الإشارة. أسماء الإشارة نوعان، هناك أسماء إشارة نستعملها للقريب، وهناك أسماء الإشارة للبعيد. نبدأ بأسماء الإشارة للقريب. إذن أسماء الإشارة للقريب، أولاً إن أشرنا إلى المفرد لواحد نقول هذا، هذا للمذكر، هذا ولد، هذا كتاب. وإن كان المشار إليه مؤنثاً نقول هذه بنت، هذه قصة. أما إن كان المشار إليه مثنى فبالنسبة للمذكر نقول هذان، إذن هذان ولدان، هذان كتابان. أما إن كان المثنى هو مؤنث نقول هاتان، هاتان بنتان، هاتان قصتان. بالنسبة للجمع إن كان المشار إليه عاقلا سواء أكان مذكرا أو أنثى نشير إليه بهؤلاء، نستعمل هؤلاء، هؤلاء أولاد، هؤلاء بنات. أما إن كان الجمع جمعاً لغير عاقل نقول هذه، هذه كتب، هذه قصص، سواء كان مذكر أو مؤنث نقول هذه، نستعمل هذه. الآن نرى الأسماء، أسماء الإشارة للبعيد، نفس الشيء، هناك مذكر ومؤنث، مفرد مثنى وجمع. إذن نرى الآن المفرد، نشير إلى المفرد البعيد. إن كان مذكرا نقول ذلك، ذلك ولد، ذلك كتاب. وإن كان المشار إليه مؤنثا نقول تلك، تلك بنت، تلك قصة. وإن كان المشار إليه مثنى، إن كان مذكرا نقول ذلك، ذلك ولدان، ذلك كتابان. وإن كان المشار إليه مثنى مؤنث نقول تانك، تانك مثلا تانك بنتان، تانك قصتان. وإن كان المشار إليه جمعاً فإن كان العاقل نقول سواء كان مذكر أو مؤنث نقول أولئك أولاد، أولئك بنات، هذا بالنسبة للعاقل. أما إن كان المشار إليه جمع غير عاقل فنقول تلك، تلك كتب، تلك قصص. طيب ننتقل الآن إلى نقطة مهمة هي رسم أسماء الإشارة. فمثلا هذا، نقول اسمعوا جيدا، هذا، هذه، هذان، هؤلاء. فنسمع ألفا بعد الهاء، إذن تنطق الهاء بالمد هاء ولا تكتب الألف. إذن هذا بدون ألف، هذه بدون ألف، هذان بدون ألف، هؤلاء بدون ألف. وبالنسبة لاسم الإشارة ذلك نفس الشيء، تنطق الذال بالمد ذا ولا تكتب الألف، ذا نقول ذلك ولكن لا نكتب ألفا بعد الذال. وبالنسبة لأولئك
تكتب الواو، لاحظوا معي، تكتب الواو بعد الهمزة ولا تنطق، وتمد اللام، هذه اللام تمد لائك اللام دون كتابة الألف، أي تنطق هكذا أولئك، لكن لا نكتبها هكذا وإنما نكتبها بهذه الطريقة أولئك. أعزائي الطلاب، انتهى هذا الدرس، إلى لقاء مقبل.